السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. أصدقائي، بهذا الفيديو راح أتكلم عن انقسام إثريوم وظهور عملتين، إثريوم بروف أوف وورك وبروف أوف ستيك. راح أتكلم عن هالعملتين وراح أتكلم عن العلاقة بينهم. أما مش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط راح يكون اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، صباح اليوم تم الموافقة على دمج الاثريوم وتحول الاثريوم من بروف اوف وورك الى بروف اوف ستيك. يعني بدل ما تحتاج ادوات تعدين، او بدل المعدنين ما يكون عندهم ادوات تعدين واجهزه تعدين وكمبيوترات تعدين، راح تصير تعدن عن طريق الستيكينج. يعني يكون تحط راس مال بالمنصه الخاصه بالستيكينج الخاصه بالاثريوم، طبعا بتحصل على قطع من عمله الاثريوم عن طريق ايداعك وعن طريق راس المال الخاص فيك. طبعا هذا الشيء اصدقائي بياثر كثير على الاشخاص اللي عندهم ادوات للتعدين او اجهزه للتعدين. لكن اصدقائي، في كثير من الاشخاص عارضوا انقسام الاثريوم او عارضوا دمج الاثريوم. طبعا والمعارضين لدمج الاثريوم قاموا بانشاء عمله واسموها اثريوم بروف اوف وورك، يعني التعدين عن طريق اجهزه التعدين، اللي هو النظام السابق اللي كان يعمل فيه الاثريوم. هاي العمله اصدقائي سعرها 26 دولار فاصل 15 سنت. صباح اليوم وصلت الى 30 دولار والى 40 دولار، لكن اليوم صار انخفاض كبير، عندي ارتفاع كبير بالفوليوم، وصل الى 28 مليون دولار. التوتال سبلاي للعملة غير معروف اصدقائي، والماركت كاب للعملة غير معروف. طبعا اصدقائي، هذا الموقع الخاص بالعملة اثريوم بروف اوف وورك. طبعا الموقع فارغ لا يحتوي الا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالعملة، والعملة اصدقائي اندرجت على منصات مثل جيت اي او وبيونكس وام اي اكس سي وفيمكس وبيت مارت واكس تي وهالمنصات الكبيرة هاي. طبعا لحد الان العملة غير متبنية من اي جهة رسمية، يعني هاي العملة غير تابعة للإثريوم وغير تابعة للإثريوم كلاسيك. طبعا وعندي الإثريوم بروف أوف ستيك، كمان هاي العملة أصدقائي ظهرت بعد انقسام الإثريوم، كمان عدد القطع غير معروف، الفوليوم 10 مليون دولار، والماركت كاب غير معروف. طبعا أصدقائي، لحد الآن هاي العملة لا يوجد لها موقع إلكتروني، والعملة كمان نزلت على جيت اي او ام اي اكس سي واكس تي دوت كوم وبيونكس وكوين دبليو. هاي المنصات اللي نزلت عليا اثريوم بروف اوف ستيك. طبعا اصدقائي، العملتين لا تمد الاثريوم بالصلة. طبعا بنشوف سعر الاثريوم بروف اوف ستيك قريب من سعر الاثريوم العادي، سعره 1583 وسعر الاثريوم 1588، لكن الاثريوم بيحتل المرتبة الثانية، والاثريوم بروف اوف ستيك بيحتل المرتبة 2684، وبروف اوف وورك بيحتل المرتبة 2700. طبعا اصدقائي، كثير من شركات التعدين دعمت تعدين عملة اثريوم بروف اوف وورك، منها اف تو بول وبول لاين وبيتكوين دوت كوم اند نانو بول. هاي الشركات التعدين كانت تعدن اثريوم، حاليا تقدر تعدن عن طريقها اثريوم بروف اوف وورك. طبعا اصدقائي، الاستثمار بهاي العملة خطير جدا جدا، العملة متقلبة، بما انه تم تحويل اثريوم من بروف اوف وورك الى بروف اوف ستينج، فهاي العملة اذا لم تتم الموافقة ولم يتم تبني العملة بشكل رسمي، فهاي العملة مصيرها راح تنتهي. حتى كذلك الأمر إلى إثريوم بروف أوف ستيك، كمان ممكن هاي العملة تنتهي إذا ما تم تبني هاي العملة. دمج الإثريوم ساعد كثير بتقليل استهلاك الكهرباء، طبعا استهلاك الكهرباء قلت بجميع أنحاء العالم بنسبة 0.2%. طبعا ساعدت على تحسين البيئة، ساعدت عن تقليل الانبعاثات الكربونية ناتج عن تعدين الاثريوم. هذا الشيء اصدقائي بيفيد جدا البيئة، وبسبب ارتفاع لعملة الاثريوم. شو السبب اللي رح يصير فيه ارتفاع للاثريوم؟ طبعا بدل الاشخاص ما يحطوا رأس مال مثلا 10,000 دولار ليشتروا اجهزة تعدين، صار بامكانهم يحطوا 10,000 دولار ويعدلوا من عملة الاثريوم بدون الحاجة لمعدات بتعدن من عملة الاثريوم، مجرد ايداعك لعملة الاثريوم. لهيك اصدقائي، رح يتم ايداع كميات كبيره وتخزين كميات كبيره من راس المال الموجود باجهزه التعدين، رح تتحول الى عمله الاثريوم، رح يصير ارتفاع بعمله الاثريوم. اذا ارتفع الاثريوم رح يرتفع معه الالت كوين، وما بنستبعد انه يصير عمله الاثريوم هي العمله رقم واحد
طبعا وتتفوق على البيتكوين. اصدقائي هيك بنكون وصلنا هذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.